نقف عند البحرين. يتدخل آل سعود مع آل خليفة ضد شعب البحرين الأبي الشجاع الذي سطر شباب البحرين فيه واقعاً أصحاب الحسين. ذكرونا بالحسين وأصحاب الحسين، وكما جلس واعتصم وقاوم واعترض آية الله الشيخ عيسى قاسم في منزله كحسين زمانه للبحرين، حاط واعتصم واستقام وصبر شباب البحرين حول منزله، وقال لهم في يوم من الأيام اتركوني لوحدي، فلم يترك المنزل كما لم يترك أصحاب الحسين خيمة الحسين يوم العاشر أو ليلة العاشر، عندما قال لهم أنتم في حل من بيعتي هذا الليل فاتخذوه جملا، قالوا قبح الله العيش بعدك يا أبا عبد الله. وقال شباب البحرين للشيخ عيسى قاسم قبح الله العيش بعدك يا شيخ عيسى قاسم، والله لو نعلم بأننا نقتل ثم نحرق ثم نذرى في الهواء ثم نحيا من جديد ثم نقتل ثم نحرق ثم نذرى في الهواء ثم نحيا من جديد يفعل بنا ذلك 70 مرة أو 1000 مرة ما تركناك يا حسين،